او لا ديفيرونس هنايا كاينين الدراري عندهم دي كاليتي بزاف، عندهم تكنيسيان مزيان بزاف، و في اي بلاصه كاينين دي ديفيرونس تما. بحال دابا في لوروب سي بلو فيزيك، هنايا سي بلو تكنيك، وهذاك هو هذيك هي لا غون ديفيرونس. انا مستعد دائما واكثر في هذا الماتش، ماتش فينال، اي لاعب في حياته تيتمنى يلعب فينال باش يجيب هذا لاكوب ويعاون الفرقه، لحقاش المهم في كل شيء يتعاون الفرقه باش ان شاء الله نجيبوا هذا التيتر. سبريت مزيان بزاف كاملين فرحانين لحقاش لحقنا حتى لهاد المرحله، ودابا فاش لحقنا بغينا نديو لاكوب، وهادشي اللي في كفراسنا تشوفنا كاملين ضاحكين فرحانين، داكشي هو كل شيء. الاستعدادات تكون مكتفه كما كيعرف الجميع، فريق الرجاء البيضاوي قام بواحد الموسم اللي هو جيد، اللاعبين قاموا بمجهودات كبيره باش يوصلوا لهاد النهائي، كل شيء حاسب المسؤوليه. تنتمنى ان شاء الله باش نكونوا في النهار ديالنا ونحقوا اللقب اللي تتسناه جميع المغاربه، وتنقول باش الجمهور ان شاء الله ديال فريق الرجاء البيضاوي باش يحج بكثافه باش يساند اللاعبين ان شاء الله. كاين واحد الانسجام ما بين اللاعبين ديال الخبره واللاعبين ديال الشبان اللي دخلوا تما في الفريق ولاو كيقدموا اداء جيد، واللاعبين اللي جلبهم الفريق، اللاعبين اللي جلبهم الرجاء تما تعطي واحد الاضافه كبيره. ان شاء الله كل شيء غيكون في المستوى، الحمد لله اللي تحمل القميص ديال فريق الرجاء البيضاوي خاص كيكون في المستوى. نتمنى ان شاء الله باش نكونوا في النهار ديالنا يوم الاحد ان شاء الله. رسالتي للجماهير هو ان شاء الله تحج بكثافه وتشجع الفريق 90 دقيقه ان شاء الله. وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.